الجاليري فضاء طرح الأسئلة الكبيرة واستضافة المعارض التي تعكس موضوعات مهمة. يستضيف رواق الفنون المعاصرة في جفعات حبيبة فنانين عربا ويهودا مركزيين ومهمشين، مواهب شابة وناشئة محلية وعالمية. في هذه الأثناء تستضيف الصالة ثلاثة معارض تناولت احتجاجات النساء ضد سلطة القوة في المجتمع الذكوري، في المجتمع اليهودي، وفي المجتمع العربي وفي العالم. القيمة على رواق الفنون المعاصرة في جفعات حبيبة السيدة عنات لدرور، أهلا بك معنا. عنات، يعني هذه أهلا، هذا المعرض والرواق يستضيف فنانين يستقطب من كافة الشرائح الاجتماعية، لكن وسط ما يوصف بأزمة سياسية في إسرائيل، يعني السلام عذرا اليسار يحارب وكأنه ضد، لأنه يمد يده للسلام، يحارب من قبل اليمين واليسار صار في هذه الدوامة التي يحاول بها يعني تصليح الموقف مع اليمين. أين هو الفن والصالة من هذه الأزمة؟ شيلة متصينة. سؤال ممتاز. نحن في جفعات حبيبة وفي الجاليريا نعمل كل ما بوسعنا، نحن لا نخاف، نحن نؤمن بقدرتنا على التأثير وأن نقول الأمور كما هي. في هذا المعرض الأمور تقال بشكل قوي، وفي فترة ليست بالبعيدة قدمنا معرضا تحدث عن 50 سنوات الاحتلال وسمينا المعرض 50. نقول الأمور كما هي، نحن منظمة تؤمن بالقيم، نحن نريد أن يسمعنا أيضا جمهور اليمين، ولكن هذا ليست مهمتنا الأساسية. هذا لربما ينعكس في تسمية الصالة أيضا برواق السلام باللغة العربية على اللافتة، لكن تم محو مؤخرا هذه الكلمات بالعربية وتغيير اسم الصالة. إذن كيف تفسرين ذلك؟ الجاليريا أنشئت في سنوات 80، هي موجودة منذ سنوات طويلة وواكبت التطورات. هي أنشئت باسم جاليريا السلام، ولكن مع السنوات كان اسمها جاليريا جفعات حبيبة، وفي بعض الأحيان هذا يمنعنا من العمل بشكل جيد مع عالم الفن. في العام المنصرم والعام الماضي نحن نتناول قضايا دولية، لذلك قمنا بتغيير اسم الجاليريا إلى جاليريا جي اتش جفعات حبيبة للفنون. طيب، المعرض المقام حاليا يعني يتطرق إلى قضية العنف ضد النساء، هنالك مشاركة وإقبال لفنانات عربيات أيضا، يعني وأنت تعملين في هذه الصالة منذ سنوات، هل تلاحظين يعني زيادة تعبير عن الرأي خاصة فيما يخص قضية العنف ضد النساء في المجتمع العربي؟ بداية بالتأكيد ألمس هذا. أنا أقول أن حتى قبلي، أنا في السنوات الأخيرة أقود هذا المجال في الجاليريا وفي مركز جفعات حبيبة. هذه واحدة من أهم أنشطتنا، أن نعطي فضاء للفن النسائي، و اليوم في المعرض تطرح فنانة رئيسية حصلت مؤخرا على اعتراف فني بعد سنوات من العمل في السياق النسائي، وهي واحدة من سلسلة معارض تناولت احتجاجات النساء في شتى المجالات في المجتمعين اليهودي والعربي فيما يتعلق بالحريات. وفي حالة حنان أبو حسين، هي تقدم المعرض عندنا وفي متحف إسرائيل. هذه لغة تحاكي ما يدور في المجتمع العربي. طيب، كيف تواجهون هذا الطرح الذي يتعلق بالحياة المشتركة والسلام، خاصة وأن الجاليري قريب أيضا من ناحية جغرافية من المجتمع العربي؟ هذه هي إحدى نقاط القوة التي نتمتع بها. ليس صدفة أن في منطقة المثلث حيث
توجد الكثير من البلدات العربية. نمت وتطورت جبعات حبيبة كمؤسسة للحياة المشتركة. نحن تم قبولنا في الأمم المتحدة كمنظمة استشارية في مجال حل النزاعات. الجاليري تتعاطى مع قضية الفن كوسيلة لمحاربة العنف. في الوقت الذي نحن موجودون فيه في العالم وفي إسرائيل، نحن رائدون في ساحة التغيير، ونحن نقوم بعمل واسع في المنطقة وخارج المنطقة. طيب، كيف هي علاقة الصالة وعلاقتكم مع وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف التي تعكس يعني تيارا يمينيا واضحا في خط الفن؟ أنا سعيدة أننا نقوم بما نؤمن به، وحينما نصل إلى معرض بعنوان 50 سنة للاحتلال، نحن نقدم معرضا سياسيا لا يختبئ، نطرح أصوات العرب واليهود سويا بعد 50 عام من الاحتلال. وأنا سعيدة أننا لم نتضرر من هذا، وسنستمر بعملنا بغض النظر عن الموقف السياسي اليمينية للوزيرة. شكرا لك عنات لدرور القيمة على رواق الفنون المعاصرة في جفعات حبيبة. תודה רבה לכם שאנחנו...